يعني ايه حد في الغنوة جوه الاستوديو هو هو في الغنوة لما تتفرج عليها كليب؟ ما بتحصلش دي برضو. تاتش وود مرة كمان. أمل مثلوثي منورانا دائما وأبدا. أنا كنت أقول إيه بقى؟ كنت بتكلم على المسائل، كنت بتكلم معاكي لحكاية الأغنية اليابانية ومش أغنية، قلت لي تحب أغني لك ياباني؟ أنت غنيتي في اليابان بالياباني كمان. بس أنت بتعرفي ياباني ولا ما بتعرفيش لا ياباني؟ لكن حفظتي الأغنية. طب وعرفتي معناها علشان تقدري تحسيها ولا إيه؟ لا طب إيه؟ غنيتيها إزاي؟ يعني تصورت انه هي من اجمل الاغاني اللي سمعتها. نعرف اللي يعني نعرف كل شيء، العنوان اكيمينو اوتا يعني اغنيه اكيمي، فتصورت انه فما شكون يتغزل باكيمي، ولا يعني فما حزن، فما قصه حب اكيد. فانت حطيتي عليها انطباعك وفلسفتك الشخصيه. مين اللي عمل المزيكا بتاعت الاغنيه؟ هو مؤلف ياباني، من هي أغنية قديمة برشا، اغنيه من قديمه يعني، العشرينات، من 1920. دي هتبقى اول اغنيه يابانيه اسمعها في حياتي بخلاف اغاني المسلسلات اليابانيه. ارجوكي سمعيها لي. اوكي. أكيمي كانا شيا إيزو كويوكو ساكابا عايزين ملايين يسقفوا دلوقتي حقيقي يعني.